واش لا راسلتكم الوزارات الخارجيه غير تحل هذا المشكل اللي عندك؟ دابا في ما كاينش شي امباسات تيطلبوا لي واش عندك شي ورقه من الوزارات الخارجيه بحكم كوا بانك راك جاي تورتور داخلي كيتي هنا تيخافوا عندهم مشاكل امنيه وداك الشيء يخافوا على سرقه الدياموند وبزاف الروينه ما كيبغيوش يتيقوا بانني راه جاي من بيكالا من المغرب جيت لهنايا تيقول لك ضروري خص تكون عندك شي ميساج جاي من وزاره الخارجيه كون كوا راك جاي كدير تور داخلي. انا الاخ ديال غلام ياسين اللي كيقوم بمغامره في افريقيا وكنطلبوا من المغاربه وجميع المسؤولين اللي نو يساندوه لانه وقع مشكل كبير بزاف في الفيزا وهو دابا حاليا راه في الغابون لانه ما كايناش الفيزا ما كاينش كنطلب من المسؤولين اللي نو يساندوه وانه كيقوم بهذه المغامره نظرا لانه سيدنا كان دار هذه المحاولات ديال داز لافريقيا وجاتو هاد الفكره بانه تحت هو يمشي يدير هاد المغامره افريقيا والحمد لله انه المغاربه فعلا الجاليه المغربيه راه سانداتو واللي كنطلبوا غير من المسؤولين اللي يساندوه دابا هو راه في الغابون راه محبوس تما وكيطلبوا منه المسؤولين تما ديال الغابون بانه وزاره الخارجيه ديال المغرب لانها هي تراسلهم باش يستطاع يخرج من الغابون. هذا هو المشكل اللي لقى تما بزاف وكنطلبوا من المسؤولين يساعدوه. كنطلب الله من المسؤولين يساعدوك باش تكمل طريقك وتجي على خير وبخير ان شاء الله. وانا كنطلب من جميع المسؤولين اللي خارج الوطن ولا داخل الوطن يساعدوا لي ولدي راه واخا باقي فيا ومشى غير على بيكالا ما عندوش والله يعاونوا والله يحفظهم ونشكركم جميعا لا داخل المغرب ولا خارج المغرب ولا صاحب الجلالة اللي فتح لنا الطريق الله يخليه لينا وينصره والله يعاونه وانا نعاونه غير بالرضا والله يسهل عليه وكاع اللي هو تهلا فيه واللي مد ليه المساعدة. راه ولدي محبوس في الكافون وكنطلب من وزارة المغرب تساعد لي ولدي باش يكمل طريقه باش يرجع للمغرب. خاصك الفيزا حاصل في الفيزا وليدي ها ما بغاوش ايوا ايوا داكشي كاع الدول اللي قراب الجنوب افريقيا داكشي علاش مصعبينها شويه مصعبينها باقا قلتي 13 دوله ما خصك غير ماشي 13 دوله اللي باقا هي ما غاتجيش شحال عندي من عام عاد غاتجي